تخلص الحرب ونرجع على بيوتنا أنا وأهلي بسلامة. والحياة طبيعية يعني لكل العالم، يعني للصغار للأطفال، تغيير الجو الكريم. خلص الحرب ونيجي على رمضان ونعيد بخير، يعني الحرب هذه دمار، عمرها ما كانت حرب. بدنا العالم تسمع صوتنا وتحل نفسنا أولادنا يعيشوا زي أولاد العالم اللي برا. لا أمن وسلام، بدنا نعيش زي باقي الشعوب اللي هي الأمن والسلام، نسمع عن أهالينا وتقف الحرب. بكفي على هيك. أتمنى إنه يعم السلام وتقف الحرب، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويبعد عنا شر اليهود وظلمهم، وإنه حدا من الدول العربية يتطلع فينا ويوقف الحرب ويوقف الظلم ويوقف الدمار. كل واحد لها غايب يجي عليها، كل واحد لها سجين يرفع عنها.